بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الثاني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريف الإسلام. وأما هذه المذكورة في الحديثين فإنها أركان الإسلام، هي أركان الإسلام التي يقوم عليها، هي مبانيه. ولهذا قال في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، فهي مبانيه وأركانه ودعائمه التي يقوم عليها والتي لا بد منها. وبقية الطاعات، بقية العبادات، هي من الإسلام لكنها ليست أركانا، وإنما هي مكملات. أما هذه الأشياء الخمسة فإنها أركان لا بد منها، ولا يتحقق الإسلام بدونها. الركن الأول أو المبنى الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو الركن الأول. الشهادتان شهادة لا إله إلا الله، أي أن تقر وتعترف وتنطق بلسانك بشهادة أن لا إله إلا الله، أن تقر وتعترف وتنطق بلسانك أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الركن هو الأساس، هو أساس الإسلام. بقية الأركان تابعة لهذا الركن، فرأسها وأصلها هو الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمدا رسول الله.
شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن لا تعبد إلا الله، وأن تترك عبادة ما سواه كائنا من كان، لأن العبادة حق لله وحده، ليس لأحد فيها استحقاق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء أو صالح من الصالحين، ولا حجر ولا شجر ولا أي شيء. العبادة حق لله وحده. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الحق مقدم على سائر الحقوق. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذكر الحقوق العشرة في هذه الآية، وذكر أولها حق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا. إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فالله جل وعلا دائما إذا ذكر الحقوق الواجبة على الإنسان أول ما يذكر حقه سبحانه وتعالى، لأنه هو الأساس الذي يقوم عليه الدين. فلا يقوم الدين إلا على التوحيد، وهو إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن يدعو إلى الله ويقضي بين الناس هناك، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فأول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر معاذا أن يبدأ بالتوحيد، أن يبدأ بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، لأنه هو الأساس. فإذا قبلوا التوحيد وشهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمدا رسول الله فإنهم يؤمرون بالصلاة. فإذا قبلوا
الصلاة يؤمرون بالزكاة، دل على أن الأصل والأساس هو التوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وأنها لا تصح الأعمال إلا إذا تحقق التوحيد، تحقق الأساس، وبدون التوحيد لا فائدة من الأعمال ولو كثرت، فإنها هباء منثور، كما قال سبحانه وتعالى للمشركين الذين أبوا أن يقبلوا التوحيد، قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وقال سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بالأساس الذي تبنى عليه الأعمال وهو التوحيد، بل كانوا يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، يعبدون الأصنام ويعبدون الملائكة ويعبدون الأولياء والصالحين ويعبدون الجن ويعبدون أنواع ويعبدون الأشجار والأحجار ويعبدون أنواعا كثيرة غير الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا تنفعهم أعمالهم يوم القيامة، لأن الله جل وعلا يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالذي يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويتصدق ويعمل الأعمال لكنه يدعو غير الله، يدعو الأموات ويستغيث بالمقبورين ويعبد الأولياء والصالحين، هذا ليس له حج وليس له صلاة وليس له أي عبادة، لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يخلص التوحيد لله عز وجل ولم يوجد الأساس الذي يبني عليه أعماله، فهو مهما أتعب نفسه وصلى الليل والنهار وأنفق الأموال وحج كل سنة واعتمر كل شهر، إذا كان يدعو غير الله فلا فائدة من أعماله ولا قيمة لها عند الله، وتكون هباء منثورا، تكون كسراب بقيعة، تكون كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يجب على المسلم أن يفطن لهذا وأن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة لا تصح مع الشرك، ولهذا يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لم يقتصر على قوله اعبدوا الله، بل قال: ولا تشركوا به شيئا، لأن عبادة الله لا تصح مع وجود عبادة غيره. في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم،
لا يقبل من الأعمال والأقوال والعبادات إلا ما كان خالصا من الشرك. ولهذا قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا يصح إلا مع الكفر بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشتمل على نفي وعلى إثبات. نفي العبادة عما سوى الله عز وجل، فلا إله أي لا معبود بحق إلا الله إثبات العبادة لله بعد نفيها عما سواه. وهذا هو معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يكفر بالطاغوت هذا هو معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا هو معنى إلا الله. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي خلقني فإنه سيهدين. فقوله إنني براء هذا هو معنى النفي لا إله، إلا الذي خلقني هذا معنى الإثبات إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. معناها نفي العبادة عما سوى الله عز وجل وإثباتها لله وحده لا شريك له. فيجب على المسلم أن يتفطن لهذا الأمر. فإن بعض الناس أو كثير من الناس يدعون الإسلام وينطقون بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنهم لا يحققون هذه الكلمة. ينطقون بها بألسنتهم ولكنهم لا يحققون معناها ومدلولها بأفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم. فتراهم يذبحون للجن ويذبحون للقبور وينذرون للأموات ويستغيثون بالموتى، فأين لا إله إلا الله؟ وأين معناها؟ هل هي مجرد لفظ يقال باللسان فقط، أو هي لفظ ومعنى ومقتضى؟ لا بد من هذا، لا بد حينما تنطق بلا إله إلا الله أن تعرف معناها. وإذا عرفت معناها ونطقت بها فلا بد أن تعمل بمقتضاها، وهو أن تخلص العبادة لله عز وجل وتترك عبادة ما سواه. وأما شهادة أن محمدا رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله جل وعلا، فتشهد له بالرسالة، تعترف بقلبك وتنطق بلسانك وتعلن أنه رسول الله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أرسله رحمة للعالمين. تعترف بهذا بقلبك وتنطق به بلسانك. أما من اعترف بقلبه ولم ينطق بلسانه بشهادة أنه رسول الله فإن هذا لا ينفعه شيئا، لأن المشركين يعرفون أنه رسول الله بقلوبهم ولكنهم أبوا أن ينطقوا بذلك بألسنتهم حسدا وعنادا. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اليهود والنصارى يعرفون أنه رسول الله، يعرفون هذا، ولهذا قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما
فهم يعرفون أنه رسول الله في نفوسهم وقلوبهم، لكنهم أبوا أن ينطقوا ويشهدوا أنه رسول الله. وكذلك المنافقون ينطقون بألسنتهم أنه رسول الله، لكنهم لا يعترفون بذلك في قلوبهم. ولهذا قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، أي شهادتهم جنة، يعني سترة يستترون بها من القتل ليعيشوا مع المسلمين، وهم كفار في باطن أمرهم، لا يعترفون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم ينفعهم النطق بها لأنهم لا يعتقدونها بقلوبهم. فالكفار يعتقدونها بقلوبهم ولكنهم لم ينطقوا بها بألسنتهم. المنافقون على العكس، ينطقون بألسنتهم ولكنهم لا يعترفون بها بقلوبهم. أما أهل الإيمان فإنهم يعترفون برسالته صلى الله عليه وسلم بقلوبهم وينطقون بألسنتهم، فيقول أشهد أن محمداً رسول الله. وكذلك من مقتضى هذا، لا يكفي أن تعترف بلسانك وقلبك أنه رسول الله، بل لا بد أن تتبعه. إذا شهدت أنه رسول الله واعترفت بذلك بقلبك، فلا بد أن تطيعه ولا بد أن تتبعه، لأنك اعترفت أنه رسول الله. الواجب عليك أن تتبعه فيما يأمرك به وفيما ينهاك عنه. قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من اعترف أنه رسول الله ظاهرا وباطنا ولكنه لا يتابعه ولا يطيعه، فهذا ليس شاهدا أنه رسول الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فشهادة أن محمد رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كذلك هذا مقتضى عظيم، أن لا تعبد الله إلا بما شرعه لك الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تعبد الله بمقتضى هواك أو بمقتضى تقليدك لفلان وعلان أو ما أدركت عليه الناس، بل لا بد أن تقتصر على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تحدث في الدين شيئا لم يأتي به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وتزعم أنه عبادة وأنه يقربك إلى الله، فهذا بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن فالشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لهما معنى ولهما مقتضى ومدلول. فشهادة لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تقتضي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والطاعة له عليه الصلاة والسلام
واتباع سنته وترك البدع وترك المحدثات والخرافات. فلا إله إلا الله تقتضي ترك الشرك، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي ترك البدع وترك المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا هو معنى الشهادتين، الركن الأول من أركان الإسلام. يجب أن نعرف هذا وأن نحققه بأقوالنا وأفعالنا، وأن لا نكتفي بالنطق بالشهادتين بدون تحقيق لمدلولهما ومعناهما، فإن النطق بهما بدون عمل بمقتضاهما لا ينفع الإنسان مهما نطق ومهما تكلم، ما دام أن فعله في وادي ونطقه في واد آخر لا يتطابق القول والفعل. يجب علينا أن نعرف هذا، هذا هو أهم المهمات، هذا الأمر وهو معرفة التوحيد ومعرفة السنة والمتابعة أهم المهمات، رأس الأمر، وهما الأساس الذي يبنى عليه الدين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال والأقوال، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا وجميع عباداتنا خالصة لوجه الله، خالصة لوجه الله، موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لوجه الله عز وجل، ترك الشرك، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات والخرافات. وهذا هو معنى قوله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا هو معنى هذه الآية: أسلم وجهه لله، يعني أخلص العبادة لله وترك الشرك، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا، لأن المدار على الإخلاص وليس المدار على كثرة العمل، المدار على الإخلاص. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله لما سئل عن هذه الآية: يا أبا علي، ما معنى أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الهدى عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباع هذا الرسول ومن أمة هذا الرسول، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: أديت عمرة عن والدتي المتوفية، وأريد أن أؤدي عمرة أخرى عن والدي المتوفى، فهل أحرم من جدة لأنه مقيم بها، أو يكفي أن يذهب إلى التنعيم مع العلم أنه معتكف هنا في المسجد الحرام؟ إن كان أنه نوى الاعتمار من جدة فلا بد يحرم من جدة، أما إذا كان ما نوى الإحرام إلا من مكة فإنه يخرج إلى التنعيم ويحرم من التنعيم. فالذي في مكة إذا نوى العمرة فإنه يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، أما الذي خارج مكة فإنه يحرم من مكانه
إذا كان دون المواقيت، وإن كان في المواقيت أو وراء المواقيت فإنه يحرم من المواقيت التي على طريقه. نعم. يقول: إنسان جامع زوجته في رمضان وهو جاهل بالحكم الشرعي، فما حكمه؟ حكمه أنه يعيد صيام هذا اليوم لأنه فسد، هذا واحد. الشيء الثاني أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل. الشيء الثالث الكفارة، عليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين. الكفارة الجماع في رمضان مثل كفارة الظهار، ثلاثة أشياء مرتبة. الشيء الأول عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم. يقول: شخص وقع في فاحشة الزنا في نهار رمضان، فما حكمه؟ مثل حكم الذي جامع زوجته، يبطل صيامه، يلزمه القضاء، يلزمه التوبة إلى الله من الزنا والفاحشة، يلزمه كفارة الوط وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم. يقول: رجل لأن الدين الذي بلغه لا ينهاه عن الطواف بالقبر، فهل يعذر بجهله؟ وما هو هذا الدين الذي لا ينهاه عن الطواف بالقبر؟ الدين هو القرآن والسنة، وهما ينهيان عن الطواف بالقبور، ولا يعذر بالجهل لأنه يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن، يسمع الأحاديث، بلغته الحجة، بلغه القرآن، فهو غير معذور، لكن عليه التوبة إلى الله عز وجل وإخلاص العبادة لله عز وجل، ويعتبر حياته الفائتة على الكفر وعلى الشرك، يدخل في الإسلام من جديد، يعلن الشهادتين ويخلص العبادة لله عز وجل، والله يتوب على من تاب. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف الاتصال بأهله بالهاتف؟ لا بأس، إذا احتاج إلى هذا يتصل عليهم بالهاتف، يكلمهم، يأمرهم، يطلب منهم حاجات يرسلونها له، لا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: أختي وأخي وضعتهما والدتي بجانب جمر لتدفئتهما، واشتعلت أختي فماتت، فهل على والدتي الصيام عنها، علما أن أختي تبلغ من العمر 5 سنوات؟ نعم، إذا تركتها قريبة من النار، إذا تركتها وذهبت عنها وهي قريبة من النار ولم تبعدها من النار، أو تبعد النار عنها ولم تكن حاضرة عندها، فإنها تسببت في قتلها، فيكون عليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين. نعم. يقول السائل: وجد رجل مبلغ من المال بجوار زمزم، فما الحل؟ إذا كان هذا المال له علامات يعرف بها فإنه ينادي عليه، ينادي عليه، يعرفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحرم: لا تلتقط لقطته إلا لمنشد، يعني لمن ينادي عليه ويعرفه حتى يجد صاحبه. وإذا كان ما عنده استطاعة أو لا يبقى في مكة بسافر، فإنه يسلمه إلى مكتب الضائعات، أن في مكتب للأشياء الضائعة، يسلم لهم هذا الشيء وهم يتولون إيصاله إلى أهله إذا وجدوه. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي عن والدي المتوفى سواء كانت فريضة قضاء أو نفل أهب ثوابها إليه؟ الصلاة لا تدخلها النيابة، لا يصلي أحد عن أحد، لا فرض ولا نافلة، ولكن تدعو لوالدك
تصلي لنفسك وتدعو لوالدك، والله يستجيب الدعاء سبحانه وتعالى، وينفع الميت، الدعاء ينفع الميت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم. ويقول: وما هي خير الأعمال التي أقوم بها كي أكون بارا بوالدي المتوفى؟ خير الأعمال أولا أن تسدد عنه الديون التي عليه، هذا خير الأعمال، بر بوالدك، تخلص ذمته إذا كان عليه ديون تسددها. ثانيا تنفذ الوصايا التي أوصى بها، تنفذ وصيته التي أوصى بها إن كان له وصية. ثالثا تدعو له، تكثر من الدعاء له، تحج عنه، تعتمر عنه، تتصدق عنه، كل هذا ينفع الميت بإذن الله. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف القبوريين؟ الذين يدعون الموتى ويستغيثون بهم هؤلاء مشركون، ليسوا على الإسلام، وإن كانوا يصلون صلاتهم غير صحيحة، لأن الشرك لا يصح معه عمل، لا صلاة ولا غيرها، ألا تجوز الصلاة خلفهم. نعم. يقول السائل: ما حكم من يشهد أن لا إله إلا الله ولا يأتي بأي طاعة مع إقراره وعدم جحوده؟ شهادة لا إله إلا الله قلنا لكم لها مقتضى ولها مدلول، ما هي مجرد نطق. الذي يشهد أن لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يقوم بأركان الإسلام هذا ليس بمسلم، لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال، بل هي لها مدلول ولها مقتضى لا بد أن يقوم به، يقيم الصلوات الخمس، يصوم رمضان، يؤدي الزكاة، يحج حجة الإسلام إذا كان يستطيع، يعتمر عمرة الإسلام إذا كان يستطيع. أما الذي يترك الأعمال نهائيا بدون عذر شرعي ويقتصر على التلفظ بلا إله إلا الله لا تنفعه هذه الكلمة، لا تنفعه، لأنها لفظ خالي ليس له معنى. نعم. يقول السائل: عند وصولي إلى مكة اغتسلت بالصابون، فهل علي شيء ولبست الإحرام من جديد؟ إذا كان الصابون ليس فيه رائحة طيب لا بأس، اغتسل بالصابون، واغتسل بالمنظفات التي ليس فيها رائحة طيب لا بأس، أما إن كان فيه طيب فإنك تتجنبه. الصابون المطيب، الصابون المطيب أو الشامبو المطيب، جميع المطيبات تتجنبها وأنت محرم، وما مضى لا حرج عليك إذا فعلته وأنت ناسي أو جاهل. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ هي صلاة الإشراق، هذا تسمية من العوام، ولا هي صلاة الضحى، أولها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل زوال الشمس وقت الظهر، كل هذا وقت لصلاة الضحى، والعوام يسمونها صلاة الإشراق، الإشراق ليس له صلاة، هذه صلاة الضحى. نعم. ويقول: وهل يجوز للمعتكف أن يتنقل في المسجد لسماع الدروس أو مثل هذا الدرس؟ لا بأس، هذا شيء طيب، لأن المسجد كله مكان واحد، ما كان داخل المسجد فهو مكان واحد، يجوز أن تتنقل فيه، خصوصا إذا كان هذا لفائدة حضور الدروس. نعم. يقول السائل: امرأة تدخن، ما حكم الإسلام في هذا، وهل يجوز لولدها أن يقاطعها؟ دخان معصية وضار ومحرم، فهو معصية من المعاصي، ويجب على ولدها وعلى إخوانها أن يناصحوها في ترك هذا الدخان، لأنه مضر وخبيث ولا فائدة فيه، لكن لا تجوز مقاطعتها، لا تجوز مقاطعتها، بل يجب على ولدها أن يبر بها
وأن يحسن إليها مع النصيحة ومع الموعظة لها لعل الله أن يهديها. نعم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم من يقول أن الداعية على الداعية أن يبدأ في دعوته إلى الله بتوحيد الربوبية أولا ثم يبدأ بتوحيد الإلهية؟ إن كان هذا الشخص المدعو من الملاحدة الذي لا يعترفون بالرب فهو نعم يقرر له توحيد الربوبية، لكن هذا نادر، ما فيه أحد ينكر توحيد الربوبية، حتى المشركون الأولون يقرون بتوحيد الربوبية لأنه مركوز في الفطر أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يحيي ويميت إلا الله ولا يدبر الأمور إلا الله، حتى عند المشركين يعترفون بهذا كما هو صريح القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يعترفون بهذا غالب العالم كلهم يعترفون بتوحيد الربوبية، والذين ينكرون توحيد الربوبية شذاذ من العالم، شذاذ قليلون من العالم. فتوحيد الربوبية هذا مركوز في الفطر، ليس بحاجة أنك تدعوهم إليه لأنهم يعترفون به، لكن تدعوهم إلى توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هذا هو الذي حصلت الخصومة بين الرسل وبين الأمم فيه، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيقول سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية وإنما ينكرون توحيد العبادة، فيعبدون غير الله سبحانه وتعالى مع أنهم يعترفون أن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، لكن يعبدون غيره يظنون أن هذا الغير يقربهم إلى الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا رأيهم إن هؤلاء المعبودات أنها تقرب إلى الله ويتوسلون بها إلى الله، وهذا باطل، لأن هذه الأشياء لا تعبد مع الله ولا يجوز صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فقوله أنه يبدأ بتوحيد الربوبية هذا تحصيل حاصل، توحيد الربوبية موجود يعترف به غالب العالم، غالب الكفار يعترفون بهذا، وإنما الكلام في توحيد الألوهية، توحيد العبادة. نعم. يقول السائل: هل يجوز الذهاب إلى بيت الميت ويجتمع في ذلك بأهل الميت لتعزيتهم وتصبيرهم وأيضا لتذكير الناس ووعظهم، وخاصة يا فضيلة الشيخ أن أهل البدع يستغلون هذه المآتم لنشر بدعهم، فهل يجوز الذهاب وتذكير الناس أن هذه بدع؟ الاجتماع إلى أهل الميت وعمل الولائم هذا منكر ولا يجوز. قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، والتعزية مشروعة، التعزية مشروعة، تعزية المصاب إذا لقيته في المسجد أو لقيته في الشارع أو في المكتب أو في أي مكان تعزي، ولا حاجة إلى الاجتماع، ما في حاجة، لأن الاجتماع لا دليل عليه، وأيضا الاجتماع يسبب ثقل على أهل الميت، يحتاجون إلى صنعة الطعام وإلى خدمة الحاضرين وإلى إثقال عليهم، تخفيف عنهم، أن لا يجتمع الناس عندهم، يمرون ويسلمون ويمشون ولا يجلسون ويجتمعون عندهم أيام أو أسبوع أو
هذا لا داعي له، وهذا يكلف أهل الميت ويخسرهم أموال، تعزيهم وتمشي، أو تعزيهم بدون أنك تروح للبيت، تعزيهم بالمسجد، تعزيهم في السوق، تعزيهم في المقبرة، في أي مكان، ولا حاجة إلى الاجتماع. هذه الاجتماعات سببت آثارا وأغلالا على الناس، تكاليف باهظة قد تكون من تركة الميت ومن مال الأيتام، لا يجوز العمل هذا. نعم. تقول السائلة: أنا أم لابن لم يزورني. نعم. أنا أم ولي ابن لم يزورني منذ مدة طويلة. لم يزورني. لم يزورني منذ مدة طويلة، والسبب هي زوجته، فماذا أفعل معه؟ عليك بالدعاء له أن الله يهديه، وأن الله يرزقه البر بك. ادعي الله جل وعلا أن يعطف قلبه عليك وأن يهديه، وإن شاء الله الله قريب مجيب. واصبري، اصبري إلى أن تزول هذه المحنة، يزول هذا العارض. مع الصبر تسهل الأمور إن شاء الله، ولا تعجلي. نعم. يقول السائل: ما حكم من يستهزئ بالأخوة الملتزمين ويستهزئ بالسنة التي يقيمونها الإخوة في أنفسهم؟ الاستهزاء بالسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن دين الإسلام. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مرتد عن دين الإسلام. أما الذي يستهزئ بالأشخاص هذه كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فلا يجوز السخرية بالناس. قال الله سبحانه: ويل لكل همزة لمزة. قال جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. لا تجوز السخرية بالمسلمين ولا تنقص المسلمين، لأن المسلم كريم على الله سبحانه وتعالى، عزيز على الله، فيجب أنه يكرم بالإسلام ويكرم بالإيمان، يحترم ولا يسخر منه. نعم. تقول: هل للنساء أن يستمعن الدرس وهن واقفات أمام الرجال؟ مع التستر والحجاب لا بأس، إذا كنا منعزلات عن الرجال غير مختلطات في مكان آخر، جالسات أو واقفات لا بأس، لكن مع الحجاب والتستر. نعم. يقول السائل: المعلوم أن الغناء محرم، فكيف نتحرز من الغناء الذي في الأسواق أو المقاهي ونحوه، ولا بد لنا من دخول الأسواق أو المطاعم والمقاهي للضرورة؟ لا تقصد الاستماع، لا تقصده، وإذا لم تقصده فلا حرج عليك. نعم. يقول: لي عروض تجارة وحال عليه الحول، فهل لي أن أزكي المال على مع النصيحة لصاحب المحل وصاحب المتجر؟ أنت لا تقصد الاستماع، وأيضا تنصح صاحب المحل، تعظه، تذكره بأن هذا حرام ولا يجوز، وأن تطلب الرزق وتريد جلب الزبائن، فلا تنفر الناس عنك بهذه المعصية، تقول له كذا. نعم. يقول السائل: لي عروض تجارة وحال عليه الحول، فهل لي أن أزكي المال على دفعات؟ الزكاة إذا وجبت بتمام الحول يجب المبادرة بإخراجها. قال الله جل وعلا: وآتوا الزكاة، هذا أمر والأمر يقتضي الفورية، فتبادر بإخراجها في وقتها.
وإذا كان ما عندك نقود في الوقت الحاضر تخرج الزكاة منها فلا مانع أنك تنتظر لما تحصل على نقود، أو كان هناك محتاج تنتظر مجيئه أو حضوره فلا بأس أن تؤخر الزكاة إلى حضوره وإلى مجيئه، فتأخيرها لعذر شرعي جائز، وإذا لم يكن هناك عذر الواجب المبادرة لإخراجها في وقتها. نعم. يقول: ما حكم أطفال الأنابيب الصناعية التي تحدث في هذا العصر؟ ما أحوجك الله إلى أطفال الأنابيب وهذه الترهات، اعمل الأسباب الشرعية، تزوج، اطلب الإنجاب بالطرق الشرعية، أما هذه الترهات وهذه الأباطيل فاتركها ولا تلتفت إليها. نعم. يقول: شربت الماء بعد الأذان ولم أعلم بذلك حتى فوجئت بالإقامة، ما حكم صوم اليوم؟ لا بد من قضاء هذا اليوم، لأنه مضى أوله ولم تصم، لأن الإقامة متأخرة عن دخول الفجر، بينه وبين دخول الفجر وقت، فإذا كنت أكلت عند الإقامة أو شربت عند الإقامة فلا بد من قضاء هذا اليوم. نعم. يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر وفي أوقات الكراهة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، إذا دخل المسجد في وقت من أوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها بعد العصر وبعد الفجر وعند قيام الشمس في كبد السماء، هذا وعند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس، هذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة النوافل فيها، فمن العلماء من أخذ بهذا النهي ومنع من الصلاة صلاة النافلة تحية المسجد، منع من تحية المسجد إذا دخل في وقت النهي، ومن العلماء من أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بعضهم أخذ بعموم الأمر وبعضهم أخذ بعموم النهي، وهذا من تعارض العمومين عند الأصوليين، فالمسألة محل خلاف، فلا ينكر على من صلى تحية المسجد في وقت النهي ولا ينكر على من جلس، لأن كلا منهما له وجهة نظر. نعم. يقول السائل: نحن على سفر من مكة إلى مصر في الباخرة، فهل علينا جمعة وهل علينا صلاة التراويح؟ الجمعة لابد من الاستقرار، لابد من الاستقرار في البلد، أما المسافر ليس عليه جمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر عدة أسفار في حياته ولم ينقل عنه أنه صلى الجمعة في السفر، فالمسافر ليس عليه جمعة وهو يسير في الطريق، لكن لو حضر في البلد، لو حضر في البلد والناس يصلون الجمعة يصلي معهم، أما أنه يقيمها في البر أو في الطريق على خلاف السنة، يصلي ظهرا ويقصر الظهر إلى ركعتين، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة في الصف الناقص في الحرم على أن المصلين متقطعين في الصفوف؟ ادخل في الصف التام ولا تصير في الصف الناقص، إذا وجدت فرجة تدخل في الصف المتكامل، وإذا لم تجد فرجة صل في الصف الناقص لا بأس. نعم. يقول السائل: طفت بالبيت 3 أشواط ثم أقيمت صلاة العشاء فصليت مع الجماعة ثم أتممت الطواف فبدأت صلاة التراويح فصليتها وكان مجموع ما طفت 4 أشواط، هل أتمم الطواف أم أعيد؟ نعم. يقول: طفت بالبيت. نعم. 3 أشواط. 3. طفت بالبيت 3 أشواط ثم أقيمت صلاة العشاء. نعم. فصليت مع الجماعة ثم أتممت الطواف فبدأت صلاة التراويح فصليتها وكان مجموع ما طفت
أربعة أشواط. السؤال ما هو واضح، حين يقول أتممت الطواف عقب صلاة الفريضة، حين يقول طواف أربعة أشواط، فإذا كان إنه ما طاف إلا أربعة أشواط وقطع الطواف ولم يكمله، فلا بد من إعادته من جديد، يعيده من جديد. وأما إذا كان صلى الفريضة مع الجماعة فلما سلموا أكمل سبعة أشواط، فعمله هذا صحيح، لأنه إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي مع الجماعة ويكمل الطواف بعدما يسلم من الصلاة، ولا يقطع الطواف لصلاة التراويح، لا يقطع الطواف لصلاة التراويح، إنما يقطع الطواف لصلاة الفريضة فقط، وأما التراويح فيستمر في الطواف ويكمل طوافه. نعم. يقول السائل: لدي أخ متوفى وأريد أن أكلف أحد الإخوة بالعمرة عليه مقابل أجر، هل هذا يجوز؟ نعم. يقول: لدي أخ متوفى. نعم. وأريد أن أكلف أحد الإخوة بالعمرة عليه مقابل أجر، هل يجوز؟ لا بأس أنك توكل واحد يحج عنه ويعتمر عنه وتدفع له تكاليف، تدفع له تكاليف الحج أو العمرة، وإن زدت على ذلك وأعطيته أكثر من التكاليف فلا بأس، لكن هو لا يشارط، يقول أنا ما أحج إلا مبلغ كذا أو لا أعتمر إلا مبلغ كذا، هذا لا يجوز. أما إذا أخذ ما تعطيه، أخذ ما تعطيه وحج واعتمر، لا بأس بذلك بدون مشارطة. نعم. يقول: ما حكم صلاة الشروق ومتى يبدأ وقتها؟ صلاة الضحى، صلاة الضحى سنة مؤكدة، ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، إذا طلعت الشمس وارتفعت قليلا يبدأ وقت صلاة الضحى ويستمر إلى قبيل وقت الظهر، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وكل ما تأخرت فهو أفضل، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تنزل حرارة الشمس على الأرض في آخر الضحى. نعم. يقول: أنا من بلد لا يحكم فيه بالشريعة الإسلامية، فما حكم الإقامة فيه؟ إذا تيسر لك أنك تهاجر إلى بلد تحكم بالشريعة يجب عليك هذا، وإذا لم يتيسر هذا فإنك تقيم في بلدك مع الالتزام بالإسلام وإظهار الدين إلى أن يجعل الله فرجا ومخرجا. نعم. يقول السائل: إحدى النساء تكثر الخصومة مع زوجة أخيها لأسباب غير مهمة مما أدى إلى مرض الزوجة، وفي يوم من الأيام جرى تشاجر فأصيبت الزوجة بسكتة قلبية فتوفيت، ما هو واجب الزوج؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. واجب الزوج أن يصبر ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبر ويحتسب، لأن هذه مصيبة يصبر عليها وليس عليه أكثر من ذلك. نعم. يقول: إن الله جميل ويحب الجمال، فحلق اللحى ألا يكون من الجمال؟ هذا بالعكس، الجمال هو في بقاء اللحى، الله جعل اللحى جمالا للرجال، وأنتم تشوفون الفرق بين الملتحي وبين الحليق، تجدون الملتحي عليه جمال وعليه بهاء لأن الله جعل فيها جمالا، وتجدون الحليق وجهه مثل وجه المرأة ما هو مثل وجه الرجل، لكن هذه بلوى وفتنة ابتلي بها، وإلا لو فكر ونظر في المرآة وشاف وجهه أدرك أنه قد أخطأ، الله جمله باللحية ثم يروح يحلقها ويصبح مثل المرأة أو مثل العجوز، هذا ما هو لكن قد يقضى كما يقول الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، الله تعالى يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا
إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالواجب على من ابتلوا بحلق اللحى أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إلى الصواب وأن يتركوا لحاهم لأنها جمالهم وزينتهم ورجولتهم. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يخرج لصناعة الطعام وإذا دعاه شخص للإفطار هل له أن يلبي دعوته؟ لا يخرج المعتكف للدعوة، إذا دعاه أحد لا يخرج، ولا يخرج لصنعة الطعام إلا إذا كان ما عنده أحد يصلح الطعام، ما عنده أحد يصلح له الطعام فلا بأس، هذا للحاجة، ويخرج بقدر الحاجة فقط ويرجع. نعم. يقول السائل: من المعلوم أن الكذب بين الزوجين مباح لأجل المصلحة، فما الحكم إذا صاحب الكذب حلف بالله من أجل عدم وقوع الطلاق؟ لا، ما يجوز الحلف بالله وهو كاذب، لا يجوز أنه يحلف وهو كاذب، يعرض معاريض، ولا يحلف بالله وهو كاذب. الله جل وعلا قال في المنافقين: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. لا يحلف متعمدا، يحلف يمينا كاذبة وهو متعمد، هذا لا يجوز. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.